عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع أمس للاطلاع على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنين اللي فاتت. امبارح أيضا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الدوري لمتابعة موقف الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر للاستثمار المصري الأوروبي والمقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو المقبل. خلال هذا الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ عدد من تكليفات رئيس الوزراء بشأن الأمور التنظيمية واللوجستية من أجل أن يخرج هذا المؤتمر في أبهى صورة ممكنة. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية في ظل الدور المحوري اللي بتمثله لجميع قطاعات الدولة، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ووجه الرئيس بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية بما يتكامل مع جهود الدولة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية اللي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية على النحو الذي يعزز القدرات الشاملة للدولة ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الدوري لمتابعة موقف الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو المقبل. خلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ عدد من تكليفات رئيس الوزراء بشأن عدد من المسائل التنظيمية واللوجستية الخاصة بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي من أجل خروج المؤتمر في أحسن صورة ممكنة وتحقيق مستهدفاته المرجوة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مدير عام شركة هاير مصر لتصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان. وأكد دكتور مدبولي حرصه على زيارة المشروعات الصناعية الرائدة بالمناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية ومن بينها مجمع هاير الصناعي، مضيفاً أن قطاع الصناعة بيأتي على رأس أولويات عمل الحكومة المصرية بما يحقق مستهدفات الدولة بتقليل الواردات وتغطية احتياجات السوق المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي وتوفير مزيد من العملة الأجنبية. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من ملفات العمل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. خلال اللقاء قدم وزير الاتصالات عرض تضمن مستجدات العمل لبعض المشروعات اللي بتعمل الوزارة على تنفيذها حالياً في مجالات بناء القدرات والتحول الرقمي وتعظيم قدرات الدولة في مجال شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أيضاً لفت الوزير إلى نشر ثقافة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية في عدد من المحافظات، وزاد عدد تلك المراكز من 3 مراكز في عام 2016 ل 26 مركز في عام 2024. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعاني منها سكان القطاع، واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار الأيام الماضية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع.